أعزائي المشاهدين، يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم رؤية جديدة على قناتي المفضلة على قلبي دائما، الصحة والجمال. أهلا بيكم بعد العيد، فرحنا وانبسطنا وخرجنا وعملنا كل اللي نفسنا فيه. يلا بقى نشوف الدنيا فيها إيه. كانوا بيقولوا زمان صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثة منافق، ودايما كنت بقول إن المقولة دي غلط. ليه؟ لأن أنا عندي النهاردة ضيف هو مش صاحب بالين ومش منافق ومش كذاب، صاحب بالين فنان وصاحب ثلاثة مبدع. معايا ومعاكم مضيف النهارده اللي بنتشرف بيه استاذ محمد حجازي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، كل تحياتي لقناه الصحه والجمال، وتحياتي الشخصيه ليكي على البرنامج الجميل اللي بتحاولي من خلاله تظهري الناس اللي هم مش عليهم الصوره، الناس المغمورة يعني. تحياتي لحضرتك. اهلا بيك. ما قدرتش اعرفك، قلت انت جدير انك تعرف نفسك، ممكن تعرفنا بنفسك؟ انا مش هقول الا كلمه واحده، محمد حجازي انسان. إنسان. معانا ومعاكم النهاردة أستاذ محمد حجازي، مدير مالي لإحدى الشركات الكبرى، وكمان مبدع في الفن، بيكتب شعر وبيكتب أغاني كلمات، وفنان جديد بقى في إيه؟ عنده رؤية مختلفة، بيقول لي أنا مش عاجبني الفن الشعبي اليومين دول، إحنا كده بنقول حاجات غلط في الفن الشعبي، إحنا غلطنا في حق الأغنية الشعبية وغلطنا في حق الأغنية الراب، والنهاردة جاي يصلح لنا مفاهيم كتير جدا، من أولها إن صاحب بالين مش كذاب، لأن أستاذ محمد في الأول هو شاعر وفنان وكاتب للأغنية الشعبي، وكمان بيشتغل مهنته الأساسية كمدير مالي في إحدى الشركات زي ما قلنا قبل كده، وأب وإنسان زي ما هو قال. طيب لو هتصلح لي حاجة، سمعني قصيدة كده النهاردة. أسمعك؟ لازم أبتدي كده خدك. يعني أنا هقول لك حاجة أنا بحبها قوي، بتعبر عن الفترة اللي عدت من زمان من حياتي وأنا ساكت عن الفن. فكاتب حاجة اسمها جوه السكوت. جوه السكوت. جوه السكوت، اتفضل. بقول فيها جوه السكوت بنقول حاجات، بنشوف دموع ونقول آه، وحاجات تعيش وحاجات تموت جوه السكوت. جوه السكوت حبيت عينيك وشكيت كتير وأنا بين إيديك، وبنيت أماني كتير عليك وندهت ليك وبأعلى صوت جوه السكوت. جوه السكوت نحزن كتير، نلعن زماننا وحبنا وخوفنا الكبير، نسأل نجاوب نفسنا ايه المصير والعيشة ليه أحسن نموت جوه السكوت. الله عليك. الله عليك. النهاردة كان أستاذ محمد بيشاركني في الرأي، نسمي الحلقة ايه؟ فقعد يفكر يا عيني وصعب عليا، قعد يفكر يفكر وقال لي ما ضاع الفن خلاص، بس أنا قلت له لا، دينا واقفة مع بعض والفن ما ضاعش، وهيثبت لنا بقصيدة تانية إن الفن ما ضاعش، اتفضل. أنا هتعبك أنا عارفة. هو الفن، إحنا نقول الأول الفن ضاع إزاي؟ طيب حلو، يعني هنقول قصيدة اسمها الفن. حلو. للأسف معلش أنا أقولها من الكتاب لأني مش حافظها قوي. هتحفظ إيه ولا إيه؟ الله يكون في عونك. بنقول فيها ستي: مضاع الفن وايامه واغانيه ويا انغامه، وحتى الكلمه بلا معنى، زمان الغنوه كانت كلمه تريحنا وتوجعنا، تعذبنا تمتعنا، بقت دوشه تصدع بس في دماغنا، كلام فاضي وقله ذوق وناس مسطوله مش بتفوق، واصوات اللي بيغنوا يخليكوا النبي مخنوق، حاجة غريبة وبنشوفها يا ناس بتزيد، جمال الماضي لو تسمع حليم وفريد، وست الكل وكلامها وفيروز محلى أنغامها، وغيرهم ناس كتير وكتير، وفي شبابنا أهو سمعنا فؤاد ومنير، علي الحجار كلامه خطير، وكوكب تاني من مدحت وهضبتنا كمان ده كبير، إيمان البحر تغير منه كده العصافير، زماننا الوقت يا سادة الغنى تجعير، وخبط ورزع وخناقة وناس مساطيل، كلام تافه رخيص في رخيص، وبرشمجية بتغني وناس بتهيص، حرام الفن يتحول للغز عويص، وناس بتغني للجنكن مع سجارة في بودرة في كيس، هاتولنا حد ينقذنا من التهليس، مراحل فن يا عالم خلاص في دمارة، وبكرة نمشي في الشارع وهنلاقي المغني حمار. قاسية قوي، قصيدة قاسية قوي والله يا فندم. احنا بنسمع حاجات غريبة، يعني انا بسمع اغاني ملهاش علاقة بالاغاني، ناس بتخبط كده على الفاضي وكلام فاضي ملوش اي معنى، والفاظ عيب قوي ان تخش بيت اسر محترمة،
وللاسف بنلاقي الاطفال منساقين ورا الكلام ده، وممكن تسمعي ابنك الطفل بيغنيها. فاحنا الاغنيه يا جماعه رساله للمجتمع، لازم نوصل فيها معنى كويس للناس، او حكمه او موعظه او حتى يعني قصه، اي حاجه فيها افاده للناس. لكن بالشكل اللي احنا وصلنا له والكلام الفظيع اللي بنسمعه في الاغاني، طبعا انا بحترم كل الناس وبحترم وجهه نظر كل الناس، أكيد. ما بقللش من قيمه حد ابدا، بس يا جماعه عيب الاغاني بتخش بيوتنا كلنا. حقيقي لازم نبص لها بصه تانية خالص، لازم نرجع لمفهوم الاغنيه بتاع زمان. بنقدم عمل عباره عن رساله للمجتمع، يدي للناس. الفن عموما رساله. الله ينور عليك. الفن في رسالة. كل شيء. فاللي احنا وصلنا له للاسف يعني شيء يعني انا شخصيا زعلان منه. بس لسه الدنيا بخير. طبعا طبعا، بدليل ان في ناس حلوين وناس كويسين وناس محترمه شغلها وفنها، يعني عندنا امثله كبيره خصوصا الفنانين الكبار يقدموا اعمال فنيه تحافظ على اسمائهم. لكن المشكله الشباب اللي طالع واتجاهاتهم للالفاظ اللي ما تتقالش في اغاني، وهو فاهم كده انه بيعمل حاجه جديده. بالعكس. للاسف. لا، انت بتاذي مجتمع بحاله. بتعلم اطفال كلام ملوش لازمه. فربنا يهدي الجميع. رؤية جميلة ورؤية جديدة لحضرتك باسم برنامجنا رؤية جديدة. معلش اسمح لي بقى، أنا دورت وراك كده وسألت أصحابك، فبقول لهم أنتوا تعرفوا عنه إيه؟ وكان إمتى كتب شعر؟ ولا هو لسه كده بادئ وبيضحك علينا؟ فقالوا لي لا، ده من زمان جدا. وعرفت كمان من بنتك إن أول قصيدة عملتها كنت طفل تقريبا 8 أو 9 سنين. بالفعل. وكان في شخصية معينة تمام. هي السبب في إنها خليتك أو أثارت فيك حب الكلمة نفسها. تمام تمام. احكي بقى أنت الحكاية. أنا ما تزعلش مني، بدأت إن دعست وراك. لا لا، أنا بدأت بالفعل أكتب شعر وأنا عندي 8 سنين تقريبا. 8 سنين. كان عندي أخت، ربنا يديها الصحة، أخت كبيرة الحاجة سامية. كانت في كلية أعلام وكانت بتحب بقى تقرا كتب الشعر في وقتها، لنزار قباني وفاروق جويدة وناظر الملايكة والناس العظماء في الشعر. أساس الأدب والشعر. فأنا كنت بمسك الكتب دي بحبها. يعني بحب اقرا فيها. المهم اول حاجه كتبتها كان عندنا ابله لذيذه كده في المدرسه الابتدائيه اسمها ميس فريده، انا كنت بعزها جدا. طبعا. وكانت مناسبه عيد الام، فقالت انا مامتكم، انت عندك 2 ام، ام هنا في المدرسه الله عليها وام في البيت، فعايزين اي حد يكتب اي حاجه، جمله او اي حاجه لمامته في عيد ميلادها، ويعتبر ان الكلام ده ورده حلوه هيديها لها. حلوه. المهم قعدت بالليل كتبت كلام كده طفل عادي. فكتبت ايه؟ مع الايام وفي الاحلام وبين الدمع والالام، بالله يا قلبي حنين جدا وسط قلوب ما فيهاش حنان، قلبي بينبض حب في حب، قلبي كريم مليان احسان، قلب الام ده دايما عايش يمسح دمعه ويزرع فرحه ويكسر حاجز من ورا حاجز ويدي الميه للعطشان. الله عليك. قلب الام ده قلبي يبين ليسموا الانسان انسان. قلبي بيزرع لينا الورد وياخد هو الشوك فرحان. فرحان بينا، فرحان لينا، قلبي بينبض لينا امان. طبعا الابله سمعت الكلام ده، لا انت مش انت اللي كاتب. حضرتك من غير مقاطعتك طبعا، يعني اتفضلي فندم. لو ما كنتش قلت لي القصه الخلفيه ان البيت كان فيه كتب وقصص للادباء وللشعراء، كنت قلت ايه ده، جاب الكلام ده منين؟ بس الخلفيه اللي انت قلتها تاكد ان البيت كان مليان بالاراء والادب. لا، هو فعلا اختي اللي انا بحكي لحضرتك عليها ليها فضل كبير قوي عليا، وانا بعتبرها امي الثانيه، وبعتبر اخواتي كلهم امهات، يعني امي الثانيه، وهي اللي حطت فيا حته شعر، وهي برضه اللي ساعدتني في مجال الكوره، هي اللي خدتني وديتني نادي الترسانة. استنى عليا، ده انت حكايتك طويل. مش انا بقول لهم صاحب بالين كداب وصاحب ثلاثة منافق. لا، ربنا يديها الصحة يا رب ويشفيها ويفرحها يا رب. بجد والله. دلوقتي اتكلمنا على الام اللي في المدرسة. تمام. واحنا لينا 2 ام. الام اللي في البيت رحمة الله عليها. الله. اكيد اكيد ابدعت معاها. طبعا. ممكن تسمعنا؟ بس انا ممكن الا يعني طبعا والدتي الله يرحمها كانت اغلى. اديني 2 بس. انا هقول حاجه بس. لو عيطت مش عايز الناس تزعل مني. يعني لا، لو عيطت هنطبطب عليك، لان انا هوصف موقف انا اصلا قعدت 10 سنين مش عارف اوصفه. لا خلاص، احنا مش عايزين نبكيك. ووالدتي لا عادي، لان انا هتبقى هديه مني لروحها الطيبه. الف رحمه ونور عليها. والدتي وهي في المستشفى
وهي يعني بتحتضن، كانت عينيها عليا على طول، لان انا كنت ابنها الوحيد وكانت بتحبني حب جامد جدا. الله يرحمها يا رب. الف رحمه ونور عليها. وانا مهما قلت ومهما بدلتها الحب مش هوفي حقها. فاللحظه دي حاولت اوصفها كتير، امسك قلم واحاول الاقي نفسي ابكي وما اقدرش، لغايه ما من فتره كده قريبه تمسكت، بس بقيت اكتب وانا بعيط برضه. نظرة يا استاذه، يعني عارفه الحد اللي بيحضن حد بعينيه بيودعه. نظرة خلاص غنية. انا هعيط قبل ما تقول القصيده، حرام عليك. يلا انا هقولها قول لنا بس شاطرين، ومش بس عايز حد يزعل. انا مش ينفع اقول شاطرين. انا هقولها. طب يلا يا فنان. بسم الله. اصعب فرقان، القصيده اسمها اصعب فرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. قوينا يا رب والنبي. بلاش يا فنان. بقول فيها ايه؟ اتفضل. فاكره يا امه وانت بتسيبي الوجود، نظرتك كانت ليا يومها وصفها فائق الحدود، مش ناسيها وان حكيت للناس عليها مش راح اقدر اوصف لهم احساسي بيها. كنت لابسه لبس ابيض كالملايكه، وفي سريرك كم جهاز علشان تعيشي كم في جسمك، كنت ناسيه حتى اسمك والنفس كان بالصناعي، قلبي كان عايش بيبكي والدموع واقفه في عيوني لاجل اخواتي البنات ما يشوفوش دمعه في جفوني، بس قلبي كان بيبكي بكل حسره وانت حضناني بعيونك ما اتشالتش في لحظه عني، بتقولي لي خلاص هسيبك يا ابن عمري يلي جبتك بعد شوقه يلي شلتك فوق كتافي، كنت عندي انت في كفه والحياه في الناس في كفه، كنت حاسه يا امي عارفه ان جه وقت تسيبيني زي ما تكوني يا امي وبعينيكي بتحرسيني، كنت بهرب من عينيكي كتير ساعات في ناحيه تانيه والتقيكي تحضنيني بنظره تانيه شفت فيها سنين حياتي من طفولتي قد ايه جنبي وقفتي، حتى اكلك ياما كنت بتدهوني، كنت بتحسي بالامي وبشجوني، لما غيب عنك دقايق كنت تبكي هعمل ايه لو عني غبتي، فرحتك ياما بولادي ولا حتى بيوم ميلادي ولا لما سافرت مره دمعتك كانت قصادي، افتكرت حاجات كتير وانت نايمه في السرير، كانت عينيكي واقفه عندي وحدي واللي حواليكي كتير، التقيت نفسي باجري احضنك وابوس جبينك، وبايديا حته مني رحت انا غمضت عينك بس نظرتها معايا، كنت دايما بتقوليلي ان رزقك من دعايا، مهما هوصفها يا امي مش هيوصفها الكلام، والحياه من غير حنانك هي عيشه والسلام، ربنا يهديكي جنه انت يا معنى الامومه والمحبه والسلام. امين يا رب العالمين. نطلع من الجو ده. أيوة. والام الحلوه الطيبه اللي ربت التربيه الجميله دي. يا رب. انت مفاجئ استاذ نصر مدير القناه مدير التسويق، ومفاجئ المخرج بتاعنا باغنيه حلوه قوي من كلماتك. تمام. والحان الاستاذ محمد بطرخان. ايوه. والحان وتوزيعه وغناء احمد ربيع، شاب طالع جديد كان متجه للاغاني الشعبيه اللي ملهاش هدف، فاحنا يعني انا والاستاذ محمد بطرخان والمجموعه اللي معانا حاطين على عاتقنا تحسين شكل الاغنيه الشعبيه. جميل. بتقدمها من خلال كلمات كويسه جدا والحان جديده. تحيه مننا لاستاذ وليد عماره المخرج واستاذ نصر الشاعر، ونتفرج على الفيديو كلنا ونخرج من الجو ده شويه. معانا يا استاذ وليد ولا ايه؟ اتفضل. اضحك وعيش الدنيا دي ما بتساويش، 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 جينا إليها من العدم علشان كده ينسى الألم وانسى الجراح، واضحك وعيش
جنبها تيجي جرحنا منها والذنب ايه بنحبه يا ناس كتيرة نحبها وانكم بروحنا جنبها تيجي جرحنا منها والذنب ايه بنحبه زمان بأصلنا مش عذاب بلا تنسى وان جه الم او يوم ندم خد منه وقت ثبتك ما تنحنيش ايامنا عيشة الوباء امور بغاء وفي النهاية لازم نعيش لازم نعيش اضحك اضحك وعيش الدنيا دي طبعا بشكرك على الأغنية وعلى الكلمات وفعلا نقلة جديدة من الأغاني الشعبية. ده والله هدف شخصي عندي وعندي المجموعة اللي أنا شغال معاها وعلى رأسهم الملحن اللي أنا بقول عليه عالمي الأستاذ محمد بطرقان، ملحن عالي جدا وحد عنده مبدأ. حضرتك وعدتنا انه هيكون معانا في حلقه ان شاء الله. طيب نتنقل بقى لنقله تانية من الاغاني الشعبيه، وشفنا اغنيه جميله وكلماتها محترمه ممكن تخش اي بيت. نرجع بقى لاغاني الراب. للاسف اغاني الراب دي يعني انا بسمع فيها الفاظ صعبه، ملناش دعوه بالالفاظ الصعبه أوي. مش هندخلها بيوتنا بجد. مين اللي هيدخل الاغنيه دي البيت ومين لا؟ الاب. تمام، فلازم الاب وكل اب يوصي ابنه ويقول له اعمل ايه وما تعملش ايه. ماشي، ما احنا هنحكم البيت بس الشارع هنحكمه ازاي؟ هنحكم التلوث اللي جاي من الشارع ازاي؟ نلحق نشوف الراب وبعدين نكمل كلامنا. اتفضل يا فندم. واستاذ وليد بعد اذنك ورينا الاغنيه ابويا ايه. ابويا قال لي الاغنيه دي من كلماتي. اتفضل. اغنيه تحت التنفيذ، هيتعمل لها فيديو حلو، غناء ابني احمد حجازي. بوعدكم ان حد هيكون مميز جدا في اغاني الراب وهيقدم نقلة جديدة في الأغنية بتاعتك. أستاذ وليد، أغنية أبويا قال لي بعد إذنك وتبقى معنا. بنحيي ابنك طبعا. نسمع الأغنية. شافني مرة أبويا صدفة وكنت ببكي، ضمني بحنان وطيبة وقال لي احكي، بس قبل ما تحكي ليا قال لي دية وكانت هدية، قال لي اسمع يا ابني عايز اديلك خبرة عمري علشان عايزك احسن مني انت فاهمني، اسمع وافهم علشان عمرك يا ابني ما تندم، خليك دايما خايف ربك حب الخير تلاقي هيحبك، صلي وزكي واما تلاقي حد بيبكي خليك جنبه امسح دمعه طيب خاطره وما تكسبش في يوم محتاج، حب الناس من قلبك يا ابني من غير ما تقول ليهم في يوم محتاج، حب الناس من قلبك يا ابني من غير ما تقول ليهم في يوم محتاج، يوم محتاج. قال لي لو حد ائتمنك على شيء اوعى تخونه، وما تصاحب صاحب ناس تعرف معنى الحب تصونه، صاحب صاحب زيك نفس صفاتك وابعد عن كل اللي بقربه تأذي حياتك، قال لي شغلك هو اهم مليك هو اللي يحقق امانيك، ركز فيه وابقى الاخر لحظة عليه، طول بالك واتعلم من الاكبر منك خد خبرته، وان جيت يوم تحب شوف كده واحدة تفتح بيت بص لامك اللي على ايديها اتربيت، واحدة تكون بتخاف الله من بيت اصل تعرف معنى الاسرة تعمل لك من بيتك قصر، اتقي ربك دايما فيها انت هتبقى كل ما ليها، قال لي لما يجيلك ابن يا ولدي ربي زي ما ربيتك حطه في عينك، خلي صاحبك زي ما عشت العمر مصاحبك زي ما عشت العمر مصاحبك، قال لي اللي يبيعك بيعه مهما كان خوفك بس يكون من ربك اوعك مره تخاف انسان، وان يوم خانك اي حبيب اياك تخاف في الاحزان، اضحك وانسى وتاكد انك كسبان، انك كسبان.
كسبان. قال لي لو اخوك او اختك محتاج لك كون جنبيهم، دول بقوا سندك وانت كمان تتسند بيهم. عمري ما كنت معاكوا اناني، كنكوا ده زيي. عايزكم دايما حوالينا امن وامك، لما هنكبر عايزكم دايما حوالينا. وافتكر انك ويا اخواتك جيت الدنيا على ايدينا، يا ما عشنا تعبنا قسينا. دعوه امك باب الجنه وارضى عنك من رضا ربك. قلت ده كله لاني بحبك هي كتفها، نفسي اشوفك احسن مني. ده انت وكل اخواتك كل حياتي، وما تنسوش دعواتكم ليا. بعد ما ماتي خدته في حضني ودمعي يزيد، قلت تعيش لي العمر بحاله، ده انا من غيرك ابقى وحيد. ده انت ابويا وسندي واخويا، ده انا اتمنى طول عمرك لو هديلك عمري يا ابويا. ورجعنا لكم تاني بعد نصيحه الاب لابنه، وازاي على اغنيه الراب المحترمه، ودخلنا بيوتنا بطريقه محترمه بكلمات جميله وموجزه. طيب المفاجاه بالنسبه لي كان موضوع الرياضه. اتفضلي. وموضوع كمان شيء الترسانه وعشقك للترسانه. طبعا عيش حياتي. في ثواني بسيطه، ايه علاقه الفن بالرياضه؟ الفن والرياضه يعني يعتبر جزء لا يتجزا، الاثنين بيكملوا بعض. عايز تقول لي وجهان لعمله واحده؟ الله ينور عليك. يعني ده فن وده فن. وياما على مر الاجيال شفنا لعيبه كوره دخلت مجال التمثيل ومثلت، والاسماء كتير، اولهم النجم العالمي بتاعنا صالح سليم. تمام. وناس كتير تانيه، واخرهم الكابتن صلاح حسني، كان لعيب جامد جدا يعني. عجبتني الاصاله في حضرتك وانك مصر تعمل اغنيه لنادي الترسانه. طبعا. مهرجان الشواكيش. طبعا. تيجي نشوفه كده ونشوف الناس. انا بس ممكن اضيف كلمه. اتفضل. طبعا. نادي الترسانه انا مهما عملت له مش هعمله حاجه، لان هو عشق حياتي. ونادي الترسانه نادي عظيم، ليه ابطال في الرياضه، الكوره وغير الكوره وحاجات كتير. لكن للاسف الكبوه اللي هو فيها دي احنا عايزينها تعدي، ومش هتعدي الا باخلاص ابناء النادي كلهم. تمام. وصفاء النفوس مع بعض. وانا معلش انا اسف هطول شويه. ان كنت ذكرت الحاج طارق السعيد في الاغنيه، في ناس زعلانه، انا عايز اقول لهم تزعلوا ليه؟ الوقت قائد سفينه الشواكيش كابتن طارق السعيد. حقه. راجل كويس، راجل كويس ومحترم، وراجل ما شاء الله عليه. ان كان حلف التوفيق في بعض الامور، احنا قلنا والله احنا قلنا ان السنه دي كان في كبوه للفريق، وقلنا واتكلمنا يعني، ما بنجاملش ولا بنطبل لحد. تمام. لكن الوضع الطبيعي ان احنا كلنا عايزين الترسانه ترجع. فانا الاغنيه من خلالها ان كنت قلت اسمه، انا بحفزه انه يعمل اقصى جهد علشان يرجع الترسانه زي ما كانت. وفي نفس الوقت لاعيبتنا يفهموا الرساله دي، ان الاغنيه دي تحفيز ليهم. وكل سنه والترسانه طيبين. السنه الجايه 100 سنه للترسانه نادي. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. اتفضلي نشوف الاغنيه. استاذ وليد نشوف الترسانه وشواكيش الترسانه عشان نسعد فريقنا وناسنا كلها. ترسانة ترسانة دايما في قلوبنا، ترسانة ترسانة وفي حب قلوبنا، ترسانة ترسانة دايما في قلوبنا، ترسانة ترسانة وفي حب قلوبنا. الشواكش في القلب يا ناس، اخدوا الدوري واخدوا الكاس، ومعششة في قلوبنا خلاص، من قدك انت يا ترسانة. ترسانة ترسانة دايما في قلوبنا، دايما في قلوبنا. ترسانة ترسانة وفي حب قلوبنا. ترسانة من اللعيبة ومن المشاهير، الشاذلي هدفنا خطير، اما رياض فدا اسم كبير، والاسماء على طول 100 سنه. ترسانه ترسانه يشهد والله علينا تاريخ، اننا اصحاب الصواريخ، والمنتخب المصري يفوز بولادك انت يا ترسانه. ترسانه ترسانه بكره هنرجع زي زمان، وننافس على الدوري كمان، وهننسى جميع الاحزان بولاد النادي يا ترسانة. ترسانة 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 طول ما رئيسنا طارق بيه، اللي يحب النادي بعنيه، وبيعمل كل اللي عليه علشان بيحب الترسانة. حب قلوبنا. ترسانة ترسانة دايما في قلوبنا. ترسانة ترسانة وفي حب قلوبنا. ترسانة ترسانة
بعتبر جميلة، بعتبر جميلة ان دي اجمل اغنيه في حياتي، لانها للنادي فعلا اللي انا بعشقه. وبشكر المطرب الاستاذ احمد نصوح، صوته جميل، والملحن اللي انا بقول عليه عالمي الاستاذ محمد بطرخان اللي هيقدم لي الفن، وكاتب الكلمات العالمي اللي معانا النهارده محمد حجازي، لازم نقول له شكرا الف تحيه. كاتب الكلمات ده اتمنى يكتب احسن من كده والله للترسانه ولكل حبايبي على فكره ان شاء الله. ودي هديه مني لجمهور الترسانه كله بالكامل. عايز اختم بحاجه حلوه، بقول لست في البيت الجميله اللي سمعاك وشايفاك دلوقتي كلمه شكرا بطريقتك. هقول لها ربنا يخليكي ليا انت سيدي. احسن بص لها بقى في الكاميرا بتاعتك كده، احسن حاجه في حياتي، وانت مش امي ولادي بس، لا ده انت امي الثانيه، وانت اللي وقفتي جنبي في كل شيء من بدايه حياتي لغايه دلوقتي، وربنا يا رب ما يحرمني منك. وانت اكتر حاجه انا بحبها في حياتي انت وولادي، ربنا يخليهم لك ويخليك ليهم والترسانة. أيوة. ربنا يبارك فيكم كلكم. ربنا يخليك يا فندم. هختم انك تقول لي بس انت عامل مفاجاه لينا ايه من غير ما نقولها، نخليها مفاجاه بعد ما تتلحن. تمام. انت عامل مفاجاه ايه للبرنامج؟ انا وانا قاعد كده طبعا شفتك عمال تكتب كده. شفت مجموعه عمل الناس ما شاء الله، قناه محترمه ومميزه وبتعمل حاجه جميله وجديده. صدقتني لما قلت لك قناه الصحه والجمال قناه مميزه لقلبي. طبعا مميزه بكل اللي فيها والله يا استاذه. ومن خلال كده انا كتبت تتر وانا قاعد للبرنامج، ان شاء الله يبدا من الحلقه الجايه او اللي بعديها يبقى تسلم. موجود. تسلم. وهتبقى حاجه جميله، ويعني انا بقترح ان انت هتغنيه بصوتك في المقدمه ان شاء الله، والكابتن احمد نصوح او المطرب الجميل احمد نصوح هيغني النهايه ان شاء الله. وطبعا الحان بقى العالمي بتاعنا الاستاذ محمد بطرخان. انا كنت سعيده ان حضرتك ضيفي، ربنا يخليك وكلنا سعداء وسعدنا بكم، ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا يخليكي، وكل تحياتي لقناه الصحه والجمال، ونتمنى نتقابل دايما على خير، وكل سنه والجميع طيبين. وحضرتك بقى الف صحه وسلامه. شكرا يا فندم. في امان الله.